ورجعنا من الفاصل وصفينا المكرونه، ودلوقتي هضيف المكرونه على طول للبروكلي والمشروم المتشوح في ثوم بزيت زيتون، معلقه كبيره من زيت الزيتون، معاها فصين ثوم. سلقنا المكرونه، احط هنا كبشتين ميه مكرونه. سلقنا المكرونه، حطينا في ميه السليق فصين ثوم وعود روزماري فريش، ومدي ريحه ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميله قوي. دلوقتي حطيت ملح وحطيت شويه جنزبيل. دلوقتي نبتدي نضيف شويه بقدونس متقطع كده كحاجه كده، كلها ايه، لطيفه وصحيه وظريفه ومن غير فلفل الوان ومن غير اي حاجه، عشان يعني ايه كفايه قوي المشروم والبروكلي، يعني مش عايزين ايه نزود اكتر من كده، عشان حتى ما تبقاش طبق المكرونه يبقى حاجه مش غاليه او كده عليه. انا بالنسبه لي ما بحبش اخلي البقدونس والحاجه تاخد وقت كتير على النار كده، خلاص ممكن بس احط كبشه كمان ميه مكرونه وتقليبه بس تشمعها كده، يعني تديها ايه اللمعه دي. نوطي النار، مش طفيت من غير قصدي، كبشه كمان عايزه اعمل لها صوص بس شويه كده، بس اهم حاجه المكرونه تبقى الدنتي، ما تبقاش مستويه على الاخر. الطلاينة بياكلوا مكرونه، الطلاينة بياكلوا بيتزا، بس الطلاينة مش تخين. لازم نخلي بالنا من النقطه دي، عشان دايما يعني ايه بيتبعت لي اسئله على الموضوع ده، اقول لهم ما بيتخنوش ليه، هم يعني طريقه الطهي مهمه جدا، ليها عامل مهم قوي. اوكي دي حاجه. دلوقتي ممكن نغرف المكرونه الجميله بالمشروم والبروكلي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن كده بالراحه خالص، بس ونبتدي نظبط بس الشكل العام ليها. طبعا انا حابه الميه بتاعتها دي، على فكره انا ما كنت حامل في بنتي، جت فتره كنت بجوع بالليل، وانا من الناس اللي بالليل ده بتاعي كارثه، يعني سباكيتي بقى وحاجات كده، استغفر الله العظيم، يعني حاجات كلها ملهاش اي علاقه بالصحه، حتى لو ليها علاقه بالصحه ما ينفعش تتاكل بالليل. كنت جت فتره كنت بعمل مكرونه، ومكرونه يعني اللي هي ايه، كنت بحط فيها حاجات، احط فيها حاجات كده، ارمي فيها شويه بروكلي، ارمي فيها شويه مشروم، ارمي فيها شويه بقدونس وهكذا، وكانت بتبقى جميله قوي كده. مش محتاجه احط او اضيف اي حاجه للطبق الجميل ده، هو كده لوحده بيتكلم. ونبتدي نشيل الكلام ده على جنب، ونبدا بقى في الطبق التاني بتاعنا، وهو الكب كيك الكنافه، او الكنافه بس بطريقه وشكل مختلف. ممكن بس هنا هنعملها بالمهلبيه، هنبتدي على طول نقول مقادير المهلبيه، كوبايتين لبن ومعلقتين نشا، على طول نحطها على النار. ممكن نحط النشا هنا ونقلبها بشويه، ندوبها بشويه ميه هنا على طول عشان نختصر الوقت. عملنا المهلبيه كذا مره مع بعض، كفايه كده شويه ميه ندوب فيهم بس النشا، وعلى طول بس محتاجه بس اوبا همسح بسم الله، همسح النشا اللي هنا اللي وقعت دي، والنشا اللي وقعت هنا برضو
تقليبة بقى ندوب كويس قوي. ندوب النشا ونبتدي نضيفها هنا للبن، خلي ايدينا فيه لحد ما تبتدي تتماسك. طيب عشان يعني ايه هخليني معاها بس عشان اكسب وقت، ممكن نعمل هنا ايه، دي كنافة متشوحة عايزين تعملوها في الفرن. اوكي عايزين تعملوها على النار بمعلقة زبدة. اوكي دي حاجة اختيارية، نحطها على طول. هنحط كليمنج فيلم او كيس بلاستيك ونحطها في قوالب الكب كيك ونعمل الكنافة بالشكل ده. عايزة اعملها بايدي بس عشان احس بيها، عشان بعد كده هنرفع الكليمنج، هنرفع النايلون ده وناخد قوالب الكنافة منه. مفروض نعملها بالشكل ده. هنا نضغط كويس، خلي ايدي مع المهلبية بس اضغطه، بس هو رخم شوية ما كانش راضي ينزل. ماشي هنا هنا نركز هنا نحط كده. دي حاجة. الحاجة التانية انا جايبة دولة برضو نحنا نحط فيهم الكنافة. الناس تحب تشتغل بايديها. كده. و بس كفاية كده. دي برضو فكرة جديدة للكنافة بالمهلبية وهي خفيفة قوي. حط هنا شوية وهغسل ايدي دلوقتي ونبص بقى على المهلبية. تقليبة بقى دلوقتي ممكن نضيف لها السكر. معرفش اقف دايما. بصوا عايزاكم اوعي تقفي وانتي ايدك مبلوله قوي كده، ولا يعني حاجه بجد مستفزه قوي. يعني نشفوا ايديكم كويس. ساعات الواحده من الصربعه تقوم منشفه ايديها نص تنشيفه كده وجاريه. ممكن شوية سكر بني او سكر عادي، يعني معلقتين حلوين قوي كفاية جدا. وتقليبة ندوب بس السكر مع المهلبية وهي دلوقتي ابتدت تمسك نفسها خلاص. المكرونة دي بالنسبة لي كده خلاص، مش هرميها طبعا، هشيلها خليها على جنب. ده كمان بقدونس طبعا جميل، ممكن رشة بقدونس كده بسيطة هنا. همسح ايدي بس. وتقليبة للمهلبية ونطفي النار. ودلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونحط شوية صغيرين على كل قالب بالمنظر ده. مش هنكتر طبعا. دي حلوة بقى قوي للأطفال نلعبهم بيها. وممكن نقلب المهلبية دي سوري الكنافة دي بشعرية الرز لو في حساسية السلياك او عنده في حد عنده مشكلة من الجلوتين او كده. وده شكل من اشكال مختلف وجديد وحلو قوي انك تقدميه للاولاد. وبرضه
بقى هنا. وهنا بصوا الشكل ما شاء الله ولا قوة الا بالله، جميل. عايزين تحطوا شربات حطوا. عايزين تضيفوا شربات ضيفوا، مش عايزين، انا شايفه ان هي كفايه قوي كده. ممكن بس رشه سكر صغيره خالص تحطوها تحت على الكنافه قبل ما تحطوا المهلبيه، هتبقى لطيفه. ونخلي دي، انا دي بقى بالنسبه لي لو في الصينيه عايزه اريحها، عايزه اريحها شويه، مش عايزه ارفعها كده عشان الدنيا ما نبصش. فدي تتساب ترتاح في التلاجة شويه معتبرين، وبعدين نبتدي نطلعها بالراحه خالص ونقدمها. وبالنسبه للقوالب دي فهي لطيفه قوي كده، هعمل بس اخر لمسه بسيطه، هشطف ايدي بس ونعمل لمسه بسيطه في الاخر. كنافه او مهلبيه او كده دايما بتحتاج مكسرات، ممكن نحط رشه فستق صغنطوطه هنا خالص كده، وممكن مش عايزه حاجه غاليه، ممكن ناخد شويه لوز لو في لوز اوكي، مفيش لوز جوز هند حلو قوي، جوز الهند جميل، ماله ابن حلال وجميل ولطيف ومش غالي خالص وصحي جدا وكويس قوي للدايت وبيعلي الحرق كمان. ونجيب بقى نخلي ده يرتاح في التلاجة القوالب، بس ننضف ده بس كده، دي اهم حاجة. نسيب ده يرتاح في التلاجة على الاقل ساعتين، ونجيب المكرونة بالبروكلي الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض. وكل الوصفات هتلاقوها ان شاء الله على الموقع. انا برد عليكم لو احتجتم اي حاجة. انا اهم حاجة عندي هو ادخال السرور على قلوبكم الطيبة. اشوفكم على خير وبكل خير ان شاء الله. سلام.